صراحة مساحتنا التالية نحن بنسميها مساحة الزمن الجميل والأصالة. اليوم رح نتشرف بصوت طل من نافذة الزمن الجميل، فقدر يصير ذاكرة تناقلت أغنياته أجيال عبر الزمن. مين ضيفتنا لليوم؟ رح نتعرف عليها بتقرير لزميلتنا هزار عبود. أثير إذاعة دمشق نسج صوتها أولى أبجديته الفنية، فزامنت الكبار ودخلت من بوابة الزمن الجميل الذي ركن في ذاكرتنا وخلد أساطيره الفنية. عاشت في دمشق وغازلت قاسيون بأجمل أغنياتها. كلمات باتت نشيدا يردده عشاق هذه المدينة، وبين أغنيات شدا صوتها حبا تحديا عشقا، بقي لريح البداوة عبقها في رائعة كتبها رفعت عاقل ولحنها زهير العيساوي ليكون من أروع ما لحن لها. هي الفنانة التي تعشقت ذاكرتنا بأغنيتها، ضيفة صباحنا غير لليوم الفنانة الكبيرة دلال الشمالي. يعني أكيد نرمين ولا أروع من هيك أغاني ولا هيك ذاكرة، فهي من تعشق ذاكرتنا بأغنياتها كما ورد في التقرير. الفنانة الكبيرة دلال الشمالي ضيفة استديو صباحنا غير لليوم. أهلا وسهلا فيك ضيفتنا، سفيرة السلام، سفيرة الغنية الحلوة، أهلا وسهلا فيك. تسلمي، الله يسعد صباحكم، صبايا حلوين هيك، صباحكم المشرق الحلو هيك يعني، والصباح الياسمين من دمشق لكل المشاهدين وين ما كان بالوطن العربي كله، بلبنان ولا بسوريا ولا بالأردن ولا بالعراق، نحن وطن واحد ومنحب كل الأوطان العربية تشوفنا وتشاهدنا وتشوف سوريا الحمد لله بألف خير، والجلاء كمان من 17 نيسان أول امبارح، يعني الحمد لله نشكر الله على الجلاء وعلى الحياة الحلوة بسوريا. نحن يعني منحييكم بهالصبحية الحلوة من أرض الياسمين يلي أنا زرتها بمناسبة دعوة مشان شارك بندوة كانت أول مبارح من قصر من قاعة الشعب،
وشاركت فيها كانت كتير ندوة حلوة واستعرضوا فيها كل مراحل الجلاء من أيام الحرب، من أيام جلاء الفرنسيين إلى الآن. والحمد لله كانت يعني أحاديث تاريخ عن سوريا بيرفع الرأس. أكيد. وأنا بحييكم اليوم بهالمناسبة الحلوة، وعقبال كل 17 نيسان وأنتم بخير. يسعد صباحك عن جديد. يعني نحن كتير مبسوطين أنه مفرح أنه حضرتك اليوم قامة فنية كبيرة تخر فيها موجودة معنا. خلينا نرجع هيك بالزمن الجميل لورا وللبدايات من الشام. نعرف دائما أن سوريا إلى حصة وحصة كبيرة بقلبك. خلينا نحكي عن البدايات من إذاعة دمشق مع حضرتك. والله البدايات من إذاعة دمشق كانت بداية مشرفة وأنا بفتخر فيها وبعتز فيها أني أنا يعني قدمت، جيت إلى دمشق وصادف يعني أنه أنا بعد وصولي بأسبوع صارت ثورة 8 أدار، ومثل ما بيقولوا وشي كان خير أني أنا جيت وجبت معي ثورة، والحمد لله كانت أيام خير وبركة. وسوريا يعني كانت تعاني كتير من الانقلابات ومن الحياة الغير مستقرة. الحمد لله، نشكر فضل الرب يا رب. سوريا رغم المآسي ورغم الحروب ورغم الاعتداءات ورغم الاستهداف لهالوطن الحلو هذا المسالم والحلو، رغم كل شيء بعد سوريا الحمد لله منتصرة وواقفة على إجريها. وبعد سوريا يلي أنا بعرفها المنتصرة بقدرة رئيسنا وبقدرة قيادتها الواعية، والحمد لله سوريا بألف خير. نحن هلأ بالشام كلياتنا فرحانين ومبسوطين وسوريا بخير، واطمئنوا إنه سوريا إن شاء الله حتضل بخير وحنضل نغني لسوريا طول ما أنه عنا صوت يأدي. سوريا دائماً بخير ما دام في أشخاص مثل حضرتك بيحبوها دائماً ومعه. نحن كتير حابين نسمع من حضرتك غنية قريبة على قلبك تحبي نبدأ فيها صباحنا لكل العالم يلي عم بيشوفونا. بصوتي هلا بدك تعذريني لأنه أنا اليوم فايقة بكير مانك مستخصفة مش قادرة أغني هلا، صعب علي شوي. طيب إذا بدنا نرجع، نحن أكيد بنحب تكوني دائما مرتاحة وبنحب دائما طلتك تكون دائما بأحسن صورة. اليوم ونحن عم نشوف بعض مقاطع من الأغاني يلي شفناها اليوم قبل شوي، كان كتير شيء مميز شعورك وأنتي حالة الانفعال يلي كنا عم نشوفها اليوم، كأنك بعدك لسه هلأ عم بتصوري أو تسجلي الغنية. أدي هي الذاكرة بعدها محفورة بقلبك، واليوم أدي استمراريتك بالغناء هي كمان واجب ومسؤولية، لأنه كل اللي يحبوك اليوم وكل جمهورك بعده متمسك فيك وبصوتك. الحمد لله، هذا يعني عز كتير بعتز فيه إنه جمهوري بعده متعلق فيه وبيحبني وبيتابعني. والأغاني هاي اللي سمعتيها يعني الحمد لله إنه كل أغنية كانت بقدمها وقتها بتاريخها، ما كانت تنزل على الأرض، كانت الأغنية بس قدمها تاخد جمهورها ويستوعبها الناس ويحبوها ويغنوها معي. أنا هذا الشيء بعتز فيه إنه أغاني ناجحة قدمت في هذيك الفترة وبعدها عايشة حتى الآن وبعدهم لحد الآن. هلأ ما في مطربين بيطلعوا ليغنوا على مسرح إلا بيغنوا أغانية. صحيح. يعني أنا الحمد لله يعني بنبسط، خليوني غنوا بس على القليلة لما بيغنوا يبعتوا تحية لصاحبة الأغنية يقولوا إنه هالأغنية بتغنيها المطربة دلال الشمالي، منحييها منبعت لها تحية. يعني ما أنا عايشة وموجودة، عم تورطولي أنا وطيبة غنوا معلش بس اذكرونا.
يا حبايبي بس اذكرونا. اسمك محفور على كل غنية فنانتنا الكبيرة. أكيد تسلمي لي يا روحي. أكيد دائما. ونحن السوريين مثل ما قلنا ربينا على أغانيك أكيد، واسمك محفور بقلبنا. خلينا نرجع على السنة الماضية، حضرتك كنت متواجدة على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون وغنينا غنية، كنا حاملين غنية لسوريا، خلينا نحكي عنها. صحيح، كان شرف كبير لي أني أجي، رغم كانت القنابل ما بدنا نرجع نتذكرها تنهال وتنهار علينا على أحياء دمشق وعلى كل الليل ما ننام على صوت المدافع والهي، بس رغم كل شيء تحديت كل شيء وجيت وتكرمت. كلهم يقولوا لي كيف حتروحي تحت القذائف، كيف حتعملوا هالتكريم. فنحن كنا صامدين واتكلنا على رب العالمين وجينا وحصل التكريم، وكان شرف كتير كبير إلي أني أتكرم من سوريا، وسوريا يلي أنا بعتز بتكريمها، وبشكر السيد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد لأنه كتير اهتم بتكريمي، والجمهور كان حاضر رغم القنابل ورغم أنه كانت يعني موظفة بالمسرح دار الأوبرا استشهدت قبل 3 أيام وإجوا قالوا لي إذا بدك منأجل الحفلة منأجل التكريم. قلت لهم ليش بدنا نأجل التكريم، نحن جينا ومصرين وصامدين وبدنا نكمل، يعني خلص بدنا نعمل التكريم حتى لو شو ما صار. وطلعت وصوت القنابل عم بسمعه، وطلعت والجمهور عم يسمعني على الواقف وقوفاً. نعم. أنا بحييهم وبحترمهم جداً لأنه إجوا يعني مغامرة حضورهم كان، وبشكرهم كتير إنه إجوا حضروا تكريمي، ومش بس هيك إجوا وقوفاً سمعوني. نعم. وغنيت حبيبتي يا سوريا تعيشي يا أحلى بلاد وبتضل أحلى بلاد، وحغنيها هلا. تسلم تمك، بس يا ريت بتحطوها انتو كمان. اكيد رح نسمعها. ايه. كمان نحن، بس اسمحوا لي اشرب نقطة ماي. اكيد صحة وهنا. يعني دائما نحن سعيدين بوجودك، وانت من اهل البيت. هي المايك اذا بتحبي نسمع. يلا بتغني شوي منها. اكيد نحن سعيدين. حبيبتي يا سوريا تعيشي يا أحلى بلاد، يا قاهرة كل العدا ويا صانع الأمجاد. حبيبتي يا سوريا تعيشي يا أحلى بلاد، يا قاهرة كل العدا ويا صانع الأمجاد. جاي أنا جاي تبوي سراي، صمودك حكاي ونصرك الأعياد. جاي أنا جاي تبوي سراي، وصمودك حكاي ونصرك الأعياد. حبيبتي سوريا. يسلم هالصوت، يسلم هالدم، ويسلم هالصوت الحلو. يعني أنا ما بحب غني بلا موسيقى، بس يلا على الصبح. صوت حلو بكل الأحوال. تسلم. صدقاً من أجمل الأصوات وأجمل الأداء، وخلينا نقول حتى النفسية الرائعة والانسجام بأداء الأغاني. إذا بدنا نحكي شوي عن زياراتك لدمشق، قد كان في كم كتير كبير من الوفاء زرتيها وهي بحالة الحرب الكتير كبيرة اليوم في ظروف اقتصادية مثل ما بتعرفي حضرتك أيضاً صعبة. قد بتشوف اليوم حالة الناس السوريين من خلال تمسكهم بالثقافة والقامات الفنية اليوم رغم كل الضغوطات؟ أنا بدي أقول إنه الحمد لله وألف الحمد لله، سوريا بعد محافظة على شيء اسمه ثقافة وتراث وإعلام واعي. يعني الحمد لله سوريا وجه إعلامي كبير، عندها يعني
كوادر محترمة، عندها برامج لحد الآن يعني بعدها بتنتج وبتطلع مسلسلات وبتطلع أغاني وبتكرم فنانين. ومش أنا أول وحدة تكرمت، السيدة نجاح سلام مطربة لبنان الكبيرة، وجه لها تحية لنجوحة تكرمت من قبل حقيقة تكرمت من قبلي. يعني سوريا بعد الوطن المنفتح اللي بيحب الفن وبيحب التراث، يعني صدقيني انه انا ما بقدر اقول الا انه الحمد لله انه بعد في ثقافة، بعد في وعي، ورغم كل شيء كل يوم عم شوفها سوريا احسن من يوم، وكل يوم ان شاء الله حتصير احسن واحسن ان شاء الله. بس بدنا صبر شوي، بدنا صبر شوي، وبدنا هدوء اعصاب شوي، ونتقبل كل شيء بيصير، لانه نحن مستهدفين نحن مستهدفين. كل شريف وكل ادبي وكل مخلص وكل انسان حريص على حمايه وطنه مستهدف. نحن لازم نتقبل كل شيء عم يحصل معنا هلا، وننتظر الاحلى والاحلى والاحلى. أكيد. وانا على فكره انا كمان بلبنان يعني كمان عندي نشاط اجتماعي، وتكرمت من بلدي من دكواني. اولا عملوا كتاب مثل كتاب جينيس يعني عن 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 المدينه، وانا حطوا لي صفحه كثير كبيره فيه، وذكروا اني انا مطربه سوريا، وحكوا عن سوريا كيف انا يعني انطلقت من هون وهذا. وبعدين قدموا لي درع، قدموا لي درع كثير محترم، سفيرة السلام العربي. نعم اكيد، هي من البلديه ومن يعني هيئات رسميه بلبنان، نادي الشرق لحوار الحضارات وبلديه الدكواني. يعني عملوا لي هالدرع وقدموا لي اياه على مسرح، يعني كان وقتها يوم المرأة، مؤتمر يوم المرأة العالمي من أجل السلام، وبتستاهلي أكثر دائما. كان هذا بال 2016، فباعتبار كان المؤتمر من أجل السلام، وأنا مغنية للسلام. لما بغني لسوريا ما عم غني للسلام، عم غني للسلام. أغنية سوريا هي شو؟ رسالة سلام أكيد. فقدموا لي سفيرة سلام عربي، الحمد لله. يعني اكيد، ومثل ما قلنا بتستاهلي اكثر واكثر. دائما علاقتك بالشام مميزه، يعني فرح دائما ببرنامج صباحنا غير، ياما بلشنا صباحنا باغنيتك من قاسولنا وطلوا يا بلدي. كمان شاعر الراحل نزار قباني لقبك بلقب يمكن وكثير عزيز على قلبك، خبرينا عنه. الله الله. الاستاذ نزار شاعرنا الكبير ما بننسى ابدا. كنت أنا كل ما يصير حفلات بالسفارة، كان يصير حفلات يعني لأنه كانت الأيام خير وبركة ومضيئة، كان يصير حفلات، فكانوا أول حدا يدعو أنا. نلتقى أنا والأستاذ نزار ونحكي، قال لك مطربة القصيدة حضرتك، ويقول لي أنه أنا بدي أكتب لك تغني، لأنه أنت يا أروع من نطق الحرف ويا أروع من يغني القصيدة، لأنه مخرج الحروف من دلال شمالي له نكهة خاصة. صحيح. فينا نكون طماعين ونسمع شيء تاني على راحتك، بس أكيد يعني وأكيد كل المشاهدي الإخبارية السورية حابين يعني نتسطح بهذا الصوت الحلو. صحيح. من قاسيونا، في هيك بالكنترول المخرج عم يقلنا من قاسيونا أو أي حابين يسمعوا أو أغنية حاببتيها. يعني ما بعرف هلأ، أنا يعني مش مهيئة أنه على الصبح وبغني. صوتك حلو وأدائك عم يخلينا نحن نكون طماعين أكثر، فحابين نسمع من حضرتك. حبيبة قلبي. نرجع نجدد من قاسيونا معك يا وطني. أكيد. أنا طلبت من السيد الوزير مبارح، قلت له بترجاك أنا من قاسيونا، قلت له يا وطني لازم نعيد تصويرها، لأنه حرام عم تنزع
دلال شمالي موجودة، وبعتقد أنه وجودي هلأ بيأهلني أنه أرجع عيد تصويرها من جديد فوق بجبل قاسيون والعالم يشوفوها فعلاً مصورة بصورتي، لأنه هذا عم تنزاع كله أنا عم غنيها وبيحطوا مناظر وكأنه دلال شمالي غابت عن الوجود. قلت له سيادتك شايفني أنا بقدني يعني ممكن نصور الأغنية ولا لا؟ فإن شاء الله يكون اقتناع وحنصورها ونعيد تصويرها بشكل حلو كتير، لأنه هاي الأنشودة خالدة تربت عليها أجيال. نعم ولهلا يعني أجيال من 65 تربى جيل، 75 جيل، 85، 95، يعني أجيال تربت على أغنية من قاسيون أطلو يا وطني. ما بدي خليها تموت، بدي خليها عايشة وبظل هيك حياة سورية الحلوة تضل تنزاع وتتجدد إن شاء الله. إن شاء الله نسمعكم شوي أكيد. إذا بتحبي على المايك كمان خلونا نشرب ماء. صحة وهنا. نحن عم نعزبك اليوم بس كتير يعني مبسوطين بوجودك وحابين أكيد نسمع أكبر قدر. إن شاء الله نقدر نغني بلا موسيقى. صوتك ما بده موسيقى. يا رب هيك تعين. من قاسيون أطل يا وطني، فأراد مشقى تعانق السحب، الدار يدرج في مرابعها والبعث ينثر فوقها الشهب. بدك كورس يرد، وأنا بترحم على أستاذ خليل خوري يلي كتبه، والفنان الله يرحمه الأستاذ سهيل عرفي يلي كنا ثلاثي ناجح، خليل خوري ودلال شمالي وسهيل عرفي. سهيل عرفي ثلاثي لما بدنا نعمل عمل ناجح نحن الثلاثة. عملنا من قبل قلعة التحدي، مدي جسور الضياء مدي، دمشق يا قلعة التحدي، يا أمتي يا صمود قلبي، يا نبعة المجد كل مجدي. وعملت كمان قصيدة من أي دهر أنت صامدة، كالطود في وجه الأعاصير شاب الزمان وأنت مترفة، أو ولدت في حضن الأداهير، الله أكبر أنت معجزة يا شام، يا شام أؤمن بالجماهير. كمان شعر خليل خوري والحان سهيل عرفي، هدول أخذوا كتير أمجاد في أول الثورة. نعم طلعت من قاسيون. نعم يعني بدنا نقول لك يسلم تمك وشكرا على هالأداء الراقي اللي دائما نحن تعودنا عليه. إذا بدنا نحكي عن أغاني الزمن الجميل، شو هذا السر يلي بخليها محتفظة بهذا الرونق؟ كل ما بنسمعها بنحس كأنه أول مرة عم نسمعها، بتعطينا هذا الطابع من السعادة والفرح دائما كل ما بنسمعها. ليش اليوم بزمننا هاد في أغاني مجرد ما بتطلع يمكن شهر شهرين تنتسى، بينما الأغاني مثل حضرتك وكبار الفنانين لا بعدها راسخة؟ نشوف الأغنية قبل كل شيء بدايتها لازم تكون كلام مدروس وكلام يعني يعلق بذهن المشاهد أو المستمع. نعم. وبعدين الأغنية لازم تكون كاملة الأوصاف، اللحن لازم يعبر عن مشاعر الشاعر، مش واحد يعمل لحن ما يتلائم مع الكلام. والمطرب المؤدي مهم. نعم. المؤدي إذا عنده كاريزما، إذا أنا لما كنت غني لما بدي طلع أغنية كنت ركز كتير على الأغنية وركز إني غنيها بكل حفلاتي حتى العالم تتعود عليها. وبعدين لما كنت واقف وغني على المسرح سبحان الله كان عندي كاريزما، أنا لما واقف غني الحضور كان يشعر أنه أنا كل واحد عم غني له إله، ما كنت واقف وغني اطلع بالسماء، ما كنت واقف وغني اطلع عم خاطب جمهور،
عم خاطب مشاهد يعني. نعم. الكاريزما كمان كتير مهمة بالنسبة للأغنية. وأول شيء الخطوة الأولى الكلام واللحن. نعم. والمؤدي كتير مهم. المؤدي إذا ما عنده يعني هيك صلة بجمهوره هيك إنه يقدر يعني الجمهور هيك يقدر يسيطر إنه يسمعه هيك بتروح بتغيب. أكيد. فأنا كانت عندي هالقدرة بإذن الله وبقدرة رب العالمين. العالم كانت تستوعب أغاني وتحبهم والحمد لله، وأنا محسودة على هيك، كتير محسودة من زملائي. كتير 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 يعني أنا الحمد لله هلأ يعني ما بتفتكري أنا محسودة لأنه عم بيجي على سوريا، ما بتفتكري أنه حسدوني كيف أنا تكرمت بسوريا، ما بتفتكري أنه اللي حصل لي أنا هني ما حصل لهم. كتير أنا محسودة على حياتي كفنانة، بس أنا بشكر ربي عاطيني صحة وعاطيني يعني حياة تواصل، وبشكر المحبين يلي بعدهم محافظين على أنه دلال يعني مستمرة معهم، يعني سبحان الله عاجزة عن الشكر، عاجزة. استهلي كل خير، هذه حبة من رب العالمين ومن هالعالم يلي بعدها يعني بتقول دلال موجودة ومطربة الزمن الجميل. أكيد. الحمد لله. أكيد. الحمد لله. الله يطول بعمرك فنانتنا الكبيرة. نحن عن جد حظنا كتير حلو انك كنت ضيفتنا اليوم. بدنا نتمنى لك اكيد كل التوفيق، العمر الطويل، مزيد من الاغاني يلي اكيد رح تحفر بذاكرتنا كلياتنا. نتشكر وجودك اللطيف كتير كان اليوم على قلوبنا وكل المشاهدين، وهي الطلة الحلوة يلي تعودنا عليها. شكرا لك. تسلموا لي انتو، البركة فيكم. انا بشكر القناة الإخبارية السورية، بشكر حضرتكم هالوجوه الحلوة، بشكر المخرج ما مع الأسف ما عرفت اسمه، بشكر الأستاذ رامي إبديوي يلي هو فكر إنه يستدعيني إنه يعزمني على البرنامج. وإن شاء الله كل عيد وإنتوا بخير. نحن اليوم بزمن الجلاء، ان شاء الله كل عيد وانتم بخير. اكيد انت من عائله الاخباريه السوريه، واكيد حضرتك ارزه لبنانيه وسنديانه سوريه. كثير مبسوطين بوجودك معنا. شكرا.